اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي تغلب على فريق سموحه في المباراه التي جمعت ما بين الفريقين بالدور ربع النهائي في بطوله كاس مصر. اقيمت المباراه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيره، وقدم خلالها الفريق عرضا قويا وتالق به اللاعبون لتنتهي المباراه بفوز فريق بنتيجة 91-48. بهذه النتيجة حجز الفريق مقعده في الدور نصف النهائي من البطولة ليواجه فريق الجزيرة بعد أن قدم مباريات قوية للغاية خلال الفترة الماضية وتوج بلقب دوري المرتبط للمحترفين. هنشوف تقرير عن فوز النادي الأهلي على سموحة والتأهل لنصف نهائي الكاس لكرة السلة ونرجع نكمل مع حضراتكم. مرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. وطبعا بعد فوز النادي الأهلي على نادي سموحة في مباراة الربع النهائي أو دور الثمانية من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، يمكن معي في هذه اللحظات طبعا كابتن أحمد الجرحي المدرب العام للفريق الأول لكرة السلة رجال. يا كابتن أحمد، طبعا في البداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وخليني أبارك لك على مباراة اليوم، وشايف إزاي أداء لاعبي النادي الأهلي النهاردة في المباراة أمام سموحة؟ الأول برحب بيكي وبقناة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي. الحمد لله النهارده مباراه كانت صعبه، يعني اكيد قبل بدايتها كل الناس كانت متخوفه من المباراه بسبب الغيابات اللي موجوده في الفريق، عمرو جندي، ايهاب امين، عبد الله ناصر، عمر عزب، سيف جاي من غير ما يتمرن لعب الماتش عشان احتياج الفريق ليه. احنا النهارده ال 11 لعيب في السكور، ما عندناش اللعيب رقم 12، بس الحمد لله احنا واثقين في رجالتنا ان كل الناس مستنيه الفرصه، السكواد موجود، اي حد ممكن يلعب. كنا واثقين من المكسب الحمد لله، رغم ان بنلعب فرقه دايما واحنا فول تيم دايما بيعملوا معانا ماتش كويس، ولسه جايين من مكسب على الاتصالات في ملعبه. فالحمد لله راضيين عن الاداء وراضيين عن كل اللعيبه، وكل اللعيب ادى الماكسيمم بتاعه النهارده، ما حدش بخل باي جهد وبشكرهم جدا. كابتن احمد، طبعا اتكلمت عن غيابات في مباراه النهارده سواء عمر عزب، ايهاب امين، وكمان عبد الله ناصر، كلمني عن طبيعه الاصابات اللاعبين وان شاء الله ازاي هيكونوا متواجدين امتى ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي سواء في التدريبات او طبعا المباريات القادمه. طبعا الاول عمرو الجندي طبعا بسبب الايقاف طبعا هيكون موجود معانا المباراه اللي بعد القادمه ان شاء الله، وهو بيتمرن بشكل طبيعي. ايهاب بدا بيتمرن وان شاء الله يكون موجود خلال 4 أو 5 أيام بالكثير ماكسيمم ان شاء الله. بيدو ممكن اللي يطول شويه يقعد له من 10 ايام 15 يوم لانه عنده مزق بسيط في ظهره، والظهر بيبقى دايما المنطقه يعني لو حصل فيها مزق بتبقى حساسه شويه، لازم تعالجيها 100% عشان ما ترجعش تاني. بالنسبه لعمر عزب ان شاء الله كده خلال اسبوع يبقى متواجد مع الفريق، فان شاء الله كلها اصابات باذن الله يعني في القريب العاجل يعني هتكون موجوده مع الفرقه. بس اكيد احنا مش هنضغط على حد ان هو يرجع بدري، احنا دايما لما بيجي اصابه لاي لعيب بندي له وقته بحيث ان هو لما يرجع يكون في يعني على اكمل وجهه والاصابه ما تعودش تاني ان شاء الله. كابتن احمد، ايه المباراه القادمه ان شاء الله وهتستعدوا لها ازاي؟ ان شاء الله الدور القادم هيبقى دور ال 16 في دوري السوبر مع نادي الزور اللي بيمرنه طبعا واحد من اهم مدربين النادي الاهلي في الفترات الماضيه كابتن سيد مصطفى، وعامل فريق كويس السنه دي، الزور اول سنه ليه في الدوري الممتاز. ان شاء الله تبقى مباراه كويسه، يعني اكيد في فرق امكانيات ما بين الاهلي والزور، لكن هم ان شاء الله اتمنى لهم كل خير السنه دي في يعني اكيد ليهم تارجت البقاء ان شاء الله في الدوري، واحنا ان شاء الله هنلعب الماتش بمنتهى القوه، هيبقى استعداد للمرحله اللي بعديها، هيبقى في مباراه السوبر مع الاتحاد السكندري، وفي بقى الادوار اللي هي الرايح جاي باذن الله في دوري السوبر، فهنلعب المباراتين بكل قوه باذن الله. باذن الله يا كابتن، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. ميرسي، ربنا يخليك، شكرا. طبعا يمكن طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا النهارده بعد فوز النادي الاهلي على نادي سموحه في مباراه الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، ويمكن معي في هذه اللحظات واحد من نجوم المباراه النهارده كابتن مروان سرحان. مروان، طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك النهارده على مباراتك مع نادي سموحه، وشايف ازاي النهارده المباراه وطبعا اداء كل لاعبي النادي الاهلي النهارده معاك في المباراه. طبعا الحمد لله على المكسب، ده اول ماتش بعد الدوري المرتبط، فدي كانت بدايه مهمه جدا ان احنا خلاص يعني احنا قفلنا الصفحه بتاعه المرتبط. والنهارده كان اول ماتش في كاس، ماتش صعب طبعا، فرقه سموحه فرقه محترمه، واحنا برده داخلين الماتش عندنا نواقص كتير، عمرو جندي، ايهاب، بيدو، عزب، فده كان دافع بالنسبه لنا اكتر ان احنا ناخد الماتش بجديه اكتر، والحمد لله ربنا وفقنا وحققنا كده يعني.
طبعا زي ما انت قلت يا مروان انه كان في غيابات النهارده، يمكن دي يعني قبل المباراه كانت زودت شويه من صعوبه المباراه، لكن انتوا كنتوا قدها الحمد لله. كلمني ازاي استعدتوا للمباراه دي بالذات بعد ما كان في توقف دولي كمان وبعد مباراه المرتبط زي ما انت قلت. بص احنا الحمد لله فرقه متكامله، يعني حتى لو ناقصين واحد او اثنين او حتى ثلاثه فالشباب واللعيبه اللي موجوده كلها تقدر تسد، يعني فده كان شيء متوقع يعني طبيعي. بس هو برضو ده اي حد بيبقى ناقص من الفرقه بتحس ان ايه يعني اللعيب اللي مكانه او بقيه الفرقه لازم تعمل اكسترا جوب ورك هاردر عشان يقدروا يعوضوا النواقص دي. فدي حاجه احنا اشتغلنا عليها الكام الاسبوع اللي فات، كان عندنا اسابيع، فالحمد لله يعني استعدنا كويس الماتش ان شاء الله. بعد مباراه النهارده مباراه سموحه، المباراه القادمه ان شاء الله وبدايه الدوري السوبر مباراه الظهور، ازاي مروان هتستعدوا لها ان شاء الله مع مستر اجاستي بوش والجهاز الفني بالكامل؟ هو ما فيش وقت الاستعداد، هو يعني احنا عندنا بكره راحه، ما عندنا تمرينتين قبل البيست اوف 3 ده، فاحنا اعتقد ان احنا يعني مستعدين. لو حد من هيبقى عندنا برده اول ماتش هيبقى عمرو الجندي مش موجود، فهيبقى تقريبا نفس السكواد، ف هتبقى هي الاستعدادات يعني يوم راحه تمرينتين كويسين نستعد للماتش وان شاء الله ربنا يوفقنا. التوفيق يا مروان ان شاء الله، ويعني مزيد من التألق في المباراة القادمة ان شاء الله. شكرا سلام.